الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فضل من خلقه من اصطفى واجتبى من عباده احبابا له فجعلهم رسلا وانبياء، وخص كل منهم بما حبى، وخص عيسى ابن مريم فجعله مبشرا باحمد المصطفى. نحمده جل وعلا بان جعلنا من عباده الذين هدى، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تنزه عن الوسطاء والشركاء والوسطاء، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا واستاذنا محمدا عبده ورسوله الذي بعث للخليقه هاديا ومرشدا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه متواصله لا ينقطع ذكرها على مدى المدى، وعلى اله الشرفاء وصحبه ذوي النهى. اللهم يا ارحم الراحمين صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، نور الابصار وضيائها، عافيه الابدان وشفائها. اللهم ارحمنا بالقران، اللهم اكرمنا بالقران، اللهم لا تهنا بالقران، يا رب ارفع شاننا بالقران، تجاوز عنا بفضل سر القران يا رب العالمين. اما بعد ايها الافاضل، لقد بدا العالم المسيحي يستعد للاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية، وهذا ليس أمرا غريبا، بل الغريب أن يستعد بعضنا لهذا الحدث وكأن الأمر من تقاليد ديننا ومجتمعنا، فهم يهتمون لهذا الحدث اهتماما قد لا يولونه لمناسبات أخرى هي في الحقيقة أشجار بالاهتمام والاستعداد، واهتمامهم هذا ناتج عن اعتقادهم بأن الاحتفال بهذه المناسبة هو مظهر من مظاهر التقدم والرقي. وقد يتساءل البعض أو يحاجج فيقول: ما الضرر أن نحتفل بعيد الميلاد المسيح ونحن نؤمن به ونقدسه؟ والجواب بسيط إلى أقصى مدى، وهو أن استنكارنا لمثل هذا العمل لا يتناول مبدأ الاحتفال بعيد المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، لكن للطريقة التي يقع بها والتي في الحقيقة فيها مساس كبير بمبدأ ديننا الحنيف المبني على عقيدة التوحيد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن طريقة الاحتفال بهذا الحدث فيها مساس كبير من النواحي الأخلاقية التي هي من دعائم شريعتنا المقدسة. أهل، والسؤال هنا، أهل يجيز ديننا أن نكرس عقيدة التثليث والوساطة في عقول أبنائنا؟ أهل يجيز ديننا بأن ترتكب المحرمات وتنتهك الحرمات بدعوى الاحتفال بعيد المسيح عليه السلام؟ كلا وألف كلا، والمسيح نفسه عليه الصلاة والسلام براء من هذه الأعمال كلها. أيها الأفاضل، لننتبه جميعا إلى هذه الفئة، ونحن جميعا مخاطبون بهذا، لأنه علينا جميعا أن نبلغه
فلننتبه إلى هذه الفئة، إلى ما يقومون به، لأنه ينطوي على خطر عظيم جسيم، لأنهم بعملهم هذا يقلدون الكفار ويوالونهم ويتشبهون بأديانهم ويتوددون إليهم. وربنا سبحانه وتعالى في مطلع سورة عظيمة من سور المفصل، وهي اسمها سورة الممتحنة، يقول في مطلعها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذا، وإن البعض يدعي بأنه يقوم بهذا العمل لا عن عقيدة، وإنما مجاراة للتيار العام. ولهذا أقول الولد وبنتي وأخويا وأختي اللي قاعد يسمعوا فيها الكل، أنه أنت هوك الناس الكل هذا كذا وهو كذا. أنا أحب أقول لك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفونه جيدا، ولكن اسمعوه بأرواحكم لا بأسماعكم، وستعرفون موقف سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا. فقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرجع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أيها الأفاضل، إن ما يقع في مثل هذه المناسبات هو تدنيس لسورة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. زيادة على ذلك، التصور الخاطئ الذي يعتقده النصارى والذي لا يخضع لأي منطق، وهو عقيدة التأليف كما يصوره لنا لاعبين الكرة اللي نحن مخمين بأسمائهم ونعرف أسمائهم. لو نجي نقول لك بربي هذه اللاعبية بتاع الفريق الفلاني سارسيدو سارسي، يقول لك شكونك الصحابة المباشرين بالجنة العشرة؟ قل لي والله ما قرونيش، والله كذا، وتبكي في الأعذار. ولذلك رأيت أن نحتفل بذكرى ميلاد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام احتفالاً دينياً كما يجب أن يكون، ولا يمكن ذلك إلا بأمرين اثنين: أولاً هو أن نتعرض إلى نبذة موجزة من حياته عليه الصلاة والسلام، وثانياً أن نستخلص من هذا الحدث قدرة المولى جل وعلا وعظمته وحكمته في تدبير شؤون خلقه، لأن حياة عيسى عليه الصلاة والسلام من بدايته ونهايته ومسيرته كلها تدل على عظمة الخالق جل وعلا في وحدانيته. كلنا يعلم أن سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام هو ابن السيدة مريم العذراء بنت عمران عليها السلام. عمران هذا هو رجل صالح من بني إسرائيل، كان قائما بشؤون المسجد الأقصى الشريف، طهره الله من الأنجاس ومن اليهود الغاصبين. كانت زوجته واسمها حنة، أحطوهم الأسماء هذوما يساعدوكم باش وقت ما تقرأ القرآن تتمتع بالقرآن. قلت هذايا عمران رجل صالح من بني إسرائيل، وكان خادما للمسجد الأقصى الشريف، وكانت زوجته واسمها حنة، قد حملت فرغبت أن يكون مولودها خادما لرواد المسجد الأقصى، فنذرت ما في بطنها لذلك مؤملة أن يكون هذا المولود ذكرا، لكنها حين وضعت تبين أن المولود أنثى، فتأسفت لذلك لأن أماءها لا يحقق رغباتها، غير أن الله سبحانه وتعالى كان قد أعد لها شرفا أكبر من ذلك. وهذا مصداق قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر
كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفعلا أعاذ الله سبحانه وتعالى مريم من الشيطان الرجيم وحماها وباركها، حيث خالفت عادة قومها فأقبلت على العبادة والتبتل منذ صغرها، ولذلك أكرمها الله كما سادر، كما قال سبحانه وتعالى في الآية: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. تربت مريم هذه يتيمة حيث توفي أبوها، ثم أمها وهي ما زالت صغيرة فكفلها زوج أختها زكريا عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر القرآن بذلك فقال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم لما بلغت مريم واعتراها ما يعتري النساء، ولما أرادت الاغتسال أرسل الله إليها ملكا هو جبريل عليه السلام، فتمثل لها في صورة بشر، ففزعت ورجته أن لا يؤذيها، فأعلمها بأنه ملك مرسل من عند الله تبارك وتعالى ليعطيها غلاما، فتعجبت وقالت له: كيف يكون ذلك وأنا لم يمسسني بشر؟ قال: ذلك أمر ربك سبحانه وتعالى. وهذا وغيره نقصه على مسامعكم في هذه الآيات، لما قال ربنا تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، وفي قراءة: ليهب لك غلاما زكيا. قالت: أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين. خذوها شعار في حياتنا: هو علي هين. ربي سبحانه وتعالى اللي يكون في رعيته ويكون تحت مقامه، ربي ما يخليهش اي حاجه تحسن هنا، هو علي هين كما قال سبحانه وتعالى. ثم حملت مريم عليها السلام هذه الامانه الالهيه وهي راضيه بحكم الله تبارك وتعالى، رغما على ما يساور نفسها من خوف وقلق، فهي بشر وتعيش بين بشر، ومن عادة البشر أن تحمل الأنثى إلا إذا اتصل بها ذكر كما يصير بين الأزواج، فكيف سيصدق الناس دعواها بأنه لم يمسسها بشر؟ لذلك قضت مدة الحمل في قلق شديد، ولما أحست مريم بقرب الوضع خرجت إلى مكان خال واستندت إلى جذع نخلة وأظلمت الدنيا أمام عينيها وهي ترى الفضيحة ماثلة أمام عينيها، غير أن ثقتها في ربها تبارك وتعالى كانت كبيرة. وها هو القرآن العظيم يصور لنا حالتها، حيث قال سبحانه وتعالى: فحملته فانتبذت من أهلها مكانا قصيا فأجاءها المخاض، وفي قراءة: فاجأها المخاض، يعني جاء غفلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وفي قراءة: وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، وفي قراءة: من تحتها، ألا تخافي قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولا نخرج فصل صغير باش ديما نكونوا كما كان الصحابة أنهم كانوا يدعون الله يوما ليلا نهارا، أنهم يقولون: يا ربي بلغنا رمضان. قولوا آمين. إن شاء الله ربي بلغنا رمضان.
امنوا يا امنوا كتب عليكم الصيام. ولذلك قالت اني نذرت للرحمن صوما. فما الفرق بين الصيام والصوم؟ الصيام يكون الامساك عن شهوتي الفرج والبطن من بدايه طلوع الفجر الى الغروب، اما الصوم فهو النهي عن الكلام. الصوم بالواو ان الواحد ما يتكلمش بتاتا. فاش قالت هي؟ اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. ثم كان ما ليس منه بد، وهي ان تذهب بهذا الصبي الى اهلها ولتتصور الموت. مريم البتول، مريم العذراء، تلك البنت الصالحه المتعبده، تاتي وبين يديها نظير وتعلمهم بانه ابنها. كيفاش باش تجاب هذا الموقف الصعب؟ لكن القران العظيم لم يترك شيئا. ربي قال بسم الله الرحمن الرحيم في اول سوره بعد سوره الفاتحه الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، كل ما في القران نصدقه. اش قال ربي سبحانه وتعالى ويصور لنا هذا الموقف الصعب؟ فاتت به قومها تحمله. المتكلمين اللي كانوا في عرض الناس وغيرهم، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيا. اش صار بالضبط؟ اوحى الله اليها فاشارت اليه. قال لها يا اخي شنو تستهبل فينا؟ كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فالله سبحانه وتعالى بامره تكلم هذا الصبي فقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. ونلاحظ ان اول ما نطق به سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام هو قوله اني عبد الله، وهذا رد مسبق على ما سيدعيه المدعون فيما بعد، وهو قولهم ان عيسى ابن الله، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. اشخاص في سوره الليل ان يحفظ القران ويفهم. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم، انما الله اله واحد، سبحانه ان يكون له ولد. ثم ها هو المولى جل وعلا يحاجج هؤلاء بلغه منطقهم فيقول في سوره ال عمران ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقال أيضا عفوا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذا الدليل ولو أنه منقول من القرآن العظيم فإنه دليل عقلي لأن المنطق يقتضي ذلك. إذ لو كان في الكون أكثر من إله لوقع الاختلاف والخلاف والتنازع. وإن قال قائل بأن ذلك ممكن في صورة وجود إله أعظم يخضع له البقية، قلنا له كيف يوصف بالربوبية من يخضع لغيره؟ هذا يا خيالي هو في الحقيقة دليل على وحدانية الله تبارك وتعالى بصفة عامة. أما بخصوص سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فقد ورد في القرآن الكريم عدة آيات على لسانه توضح لنا أنه رسول الله وليس هو إلها ولا ابن إله. قال سبحانه وتعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو عيسى ابن مريم رسول الله الذي أيده ربنا تبارك وتعالى بالروح القدس، وقد لاقى ما لاقاه الرسل من قبل ومن بعده من تكذيب وعناد ومقاومة لدعوته، وقد كان أشد أعدائه اليهود، ذلك أنهم رأوا سلطتهم مهددة بظهور هذا الرسول رغما على ما أتاهم به من معجزات كشفاء المرضى وإحياء الموتى بإذن الله. أشقال رب سبحانه وتعالى في أواخر سورة المائدة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أسمع القرآن محلاه
اسمع القران يبدا يخلق في الالباب قول الالباب قول النهاء. اسمع القران لما يكون الواحد يعني مقصور وحالته حليله يمشي يتوضا ويصلي ركعتين ويحل المصحف ويتامل في كلام الله تبارك وتعالى كيفاش اتحت الغمه على قلبه. هذا مش كلام من الامام لا، وانما كلام رب الامام وقد قال سبحانه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، واذ علمت الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طائرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين. وكما قالت الآية فإنهم لما رأوا ذلك اتهموه بالسحر وألبوا عليه حكامهم حتى قرروا قتله وصلبه، لكن الله تبارك وتعالى حمى نبيه ورفعه إليه بأن أعمى أبصارهم فأخذوا غيره الذي شبه لهم ونفذوا فيه حكمهم وهم يعتقدون أنهم صلبوا المسيح عيسى ابن مريم. قال سبحانه في أواسط سورة النساء وقولهم إنا قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله، إيش قال بعدها؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذه نبذة موجزة من حياة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بسطتها بهذه المناسبة حتى نتبين الفرق الشاسع بين حقيقته وبين ما يدعيه المدعون، وحتى نوضح أن ما يرتكب من محرمات ومنكرات بسبب ذكر ميلاده هو منه براء. يقول رب سبحانه وتعالى على لسان عيسى بن مريم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر ببعثته سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، النبي المرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي نزل في حقه في حق أمة القرآن إلى قيام الساعة، وقال له يا محمد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بعد شجيك ربي شو يقول لك؟ قل إن هدى الله هو الهدى. ونحن تو نمشي لشوارعنا وشركاتنا والمحلات بتاعنا تلقاهم عاملين شجره وتلقاهم عاملين كذا، وقال لك خلي ايه مانيش عارف شنو خلي هزنا التيار ونمشوا مع الناس الكل وماشيين مع الجايين. انا نحب نبشر من توا، ماهوش كلامي انا وانما كلام الله تبارك وتعالى لما تكلم عن المجرمين في حقوق انفسهم قال مصورا لنا حقيقه المؤمنين لما يكونون في الجنه جعلنا الله منهم، قال الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. اش يقول المجرمين؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض. ماشي مع الماشيين وجاي مع الشرير، هذا مجرم وتبان، ولذلك يعتز الدين. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فاذا ما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله، كما قال سيدنا الفاروق رضي الله عنه وارضاه. واختم الخطبه الاولى بقوله سبحانه وتعالى قل يا محمد لقومك قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. جعلني الله واياكم من الهادين المهتدين. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم بكل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ويا سعدى ويا ابهى ويا انقى لسان صلى على سيدنا الحبيب المصطفى. الحمد لله الواحد الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده سبحانه وتعالى حمدا لا يحب
ونشكره سبحانه وتعالى شكرا لا يعد، ونستعين به سبحانه وتعالى ونطلب منه المدد، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا صاحبة له ولا ولد، ونشهد ان حبيبه وصفيه وخليله محمدا عليه افضل الصلاة وازكى السلام، المبعوث لكافة البشر للأبيض والأحمر والأصفر والأسود، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من جد في متابعته واجتهد. أما بعد، هي في ختام هذه الخطبة أسئلة أطرحها على نفسي وأطرحها على كل من يستمع إلينا: متى سنتوجه إلى الله تبارك وتعالى حقا؟ متى نحط البوصلة تجاه ربي سبحانه وتعالى حقا؟ متى نبعد عن الميثاق وعن المداراة ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى؟ ومتى سنعود إلى الدين الذي جاء به حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ متى سنترك الفساق من مساوئ الأخلاق اللي جاءوا بها؟ متى سنتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ متى سنعود إلى هويتنا التونسية، هويتنا العربية الإسلامية، هويتنا بتاع جامع الزيتون المعمور، هويتنا اللي قالها سيدنا الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي؟ متى نحافظ على كرامتنا؟ إلى متى ونحن على موائد الأجانب خلينا نقول نتهافتوا ونقلبوا فيهم في كل شيء، كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه. وإلى متى ونحن على آثارهم سائرون ولخطواتهم متبعون؟ إن شاء الله نفيق من غفلتنا، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يردنا إليه ردا جميلا. هو في الحقيقة محض كرم من الله ومحض اصطفاء من الله، له من قرايتك وله من علمك وله من النسب بتاعك وله من الصلاح بتاعك وله من التقوى بتاعك، وإنما هو الله تبارك وتعالى الذي قال: الله، أسمعها الآية، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. إذا كان ربي كلمك بمنصب، إذا كان ربي كلمك بعلم، إذا كان ربي كلمك بأي حاجة فيها رزق يختلف فيها على الناس، رد بال بصير خيالي كما قلت الجمعة الفاضلة، رد بال تغترب، رد بالك تقول جبتها بذراعي، رد بالك تقول أنا عملت كذا، وإنما هو خوف من الله تبارك وتعالى. أشقال سيدنا شعيب، وأختم بهذا، لما ذهب إلى قومه ويدعوهم أشقال: وما توفيقي إلا بالله. والتوفيق ذكر مرة واحدة في القرآن العظيم، مرة واحدة على سيدنا شعيب: عليه توكلت وإليه أنيب، وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نحاول في الفترة هذه، في العطلة هذه، نغتنموا جدد صغارنا وولاداتنا بحذانا، نقرأ قصة سيدنا عيسى بن مريم، خلي يتعرفوا على النبي عيسى، خلي يتعرفوا على السيدة مريم، خلينا نحن نكتب عنا في ديارنا وفي تليفوناتنا ونتعرفوا الحقيقة. قديش الواحد منا يصلي، قديش عنده من عام ما شاء الله، لو جيت تسأل وش هي قصة السيدة مريم يقول لك والله ما نعرفهاش، ما نعرفش، يقول لك كذا ويقول لك أنا غالب، ويبدأ يجي لك من الأعذار وما عنديش وقت وكذا، ولكن الغلا والتيار قاعد يجري تحت ساقيه. وقلت لكم أظن في خطبة، والله واحد أعرف إنسان طيب ما شاء الله عليه، جاني مرة والله الله شجع القلب، جاني وهذا الكل ليل وهكذا، هذا الكل كله بالدم، يوم شوي قال لي نجري ونجري ونعمل في مشاريع وكذا وكل شيء باش نمشي نقري ولدي في البر في الخارج. يا أخي ولدي راه تو جاني ملحد، قال لي شنو حياتي؟ قال لي شنو حياتي تو؟ ولذلك يا خيالي أولادنا أمانة في أيدينا. والمرة القادمة بإذن الله سنتكلم عن موضوع مهم برشا اللي هو المخدرات، مش المخدرات الحرام اللي نستعمل فيها، لا لا لا، ثم تخدير بتاع عقول، وثم تخدير بتاع تفكير، وثم تخدير بتاع معاملات، وثم تخدير حتى في الصلاة بتاعنا نكون مخدرين وللأسف الشديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصلاة والسلام عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، نور الأبصار وضيائها، عافية الأبدان وشفائها. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم أكرمنا بالقرآن، اللهم لا تهنا بالقرآن، اللهم ارفع شأننا بالقرآن، يا رب حسن أخلاقنا بالقرآن، يا رب طيب أرزاقنا بالقرآن، اللهم يسر لنا حفظ وفهم القرآن، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
الراحمين، احفظ الحاضرين والحاضرات، اشفي الحاضرين والحاضرات، اغفر للحاضرين والحاضرات، يا رب ارض سؤل الحاضرين والحاضرات، اللهم يا رب احفظ بلدنا تونس من الفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن، يا رب من اراد بنا وببلادنا خيرا فوفقه يا ربنا الى كل خير، ومن اراد بنا وببلادنا شرا فاجعل اللهم كيده في نعله يا ارحم الراحمين، اللهم يا رب احفظ تونس يا ربنا جيشها وشعبها وامنها وارضها وجوها وسماها يا رب العالمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، نسالك باسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان ترزقنا لذه النصر على اعدائنا، اللهم يا رب اسكن سترك وعفوك ومنك علينا، ستر العرش مسكون علينا، ستر العرش مسكون علينا، ستر العرش مسكون علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائه محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، اللهم يا رب ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، يا رب احسن خاتمتنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، بحق الحاضرين والحاضرات من الصالحين معنا ارحمنا يا مولانا، اللهم أغث أرواحنا، اللهم اجبر بخواطرنا، اللهم اجبر بخواطرنا، اللهم اجبر بخواطرنا، يا رب اهد الذرية، يا رب اهد الذرية، اللهم اهد الذرية، وجاهد حبيبك خير البرية، اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا من حجاج بيتك الحرام هذا العام وكل عام، اللهم سهل الحج والعمرة يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، هذا الدعاء ولك الإجابة، فلا تردنا يا مولانا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، تقبلنا يا مولانا، تقبلنا يا مولانا، تقبلنا يا مولانا، وصل اللهم وسلم بدءاً وختاماً على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون، واقم الصلاه. حي على الصلاة حي على الفلاح يا إمام الإسراء، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربنا ولا تحمل علينا إصرا
الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال بالجمال يا محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال والجمال يا محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد.